يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما يربي الرجل الصالح ابنه على إقامة السنة والدين منذ الطفولة، فهل له مثل أجره؟ إن شاء الله، إذا رباه على الخير ونشأه على الخير ثم مات الأب وصار الابن صالحا فإنه سيدعو لوالده. قال صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له، وهو ما يدعو له إلا إذا كان صالحا، والصلاح له سبب وهو التربية الحسنة. نعم.